قديما من سنوات طويلة، عشرات السنوات، كان رمضان يدخل على الإنسان من باب التقوى والخشية والبهجة والفرحة مع الخوف والإشفاق. كانت هناك حساسية فائقة لكل لحظة أن تنقضي في غير ما أن تحصل فيها حسنة، ولا تدري ما الذي أصاب العالم فأصاب الناس تبعا، مع أن العلم لم يكن مبذولا في ذلك الوقت على ما هو مبذول عليه في هذه الأيام. لم تكن هناك كتب تحصل كما تحصل الكتب الآن، ولا وسائل للمعرفة كانت مبذولة في ذلك الوقت، إنما كان هناك عناء كبير لتحصيل آلة العلم من الكتب وأشباهها، غير أن هذا العلم القليل كان يتحول إلى واقع يعاش، وكانت المحبة في القلوب غامرة، فكانت الأبدان كأنما تنبض بقلب واحد، لا تدري ماذا أصاب العالم فأصاب الناس تبعا. قست القلوب وغلظت الأكباد وتقلصت المدامع وتبلد الإحساس، فلا يكاد الإنسان يحس شيئا، لا مخرج من هذا إلا برحمة غامرة من الرحمن الرحيم. فهذه الحال ليس لها من دون الله كاشفة، لا يكشفها إلا الله، لا يرفعها سواه، لأن العمر إذا تقدم فساءت الحال الإيمانية، هذا من أخطر ما يكون، ولا يكون من التوفيق أبداً أن يكون المرء في بدء طريقه تقياً ورعاً ثم يصير بعد ذلك إلى غير ذلك. لا شك أن الدنيا استحوذت على كثير من القلوب، وإن لم تحس تلك القلوب باستحواذها. لأن المرأة أحياناً يخدع نفسه، يوهمها بأمور يخيلها لها ويتوهمها وليس لها وجود، والواقع أن العلم الذي حصل إذا حصل ليست له قيمة، لأنه لم يثمر شيئا. الأصل أن يثمر خشية، فأين الخشية؟ الخشية تدعو إلى الورع، وأن يتوقى الإنسان في إرادة قلبه وفي صميم نيته. الناس يتصارعون حتى على ما يتعلق بالدين، لأنه أصبح مظاهر، أصبح مظاهر تحصل، مشيخة وهيئة ظاهرة، كرب كارب وهم ضاغط على القلوب والأكباد. أسأل الله حسن الختام.